هافرتس يطلق رصاصة في صدر جوارديولا ويحرز البطولة الثانية في تاريخ تشيلسي تحت قيادة توخيل العبقري واللي مقلبش تماما في الفاينل، على عكس الناحية الثانية اللي جوارديولا عنده فلسفة زيادة. وفلسفة زيادة دي أدت إن السيتي يخرج من النهائي ما يكسبوش مباراة. كلامها كتير عن توخيل وعن تشيلسي وأكتر عن سيتي وجوارديولا. فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل أكبر عدد من الناس، أول مرة تشوفني زمان سبسكرايب قناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش نتكلم عن فاينل بورتو. حطني رقم واحد في الهجاصين. نتكلم شويه معلومات قبل ما نخش على تشكيل الفريقين ونخش بتعمق في البطوله او في الماتش عامه. جوارديولا دي اول نهائي يوصله بعد ما ساب برشلونه في 2011، ده تاني دي اول نهائي يوصله مع سيتي من اساسه، ده اول نهائي لسيتي في التاريخ. مفيش عبر التاريخ من سنه 2000 مفيش فريق يوصل للفاينل لاول مره في تاريخه يكسب البطوله، والسيتي كان ممكن يكسب العوده، لكن جوارديولا بالفلسفه الزياده ادى انه يخش مع الفريق لاول مره توصل لنهائي البطوله وما تكسبوش. على عكس الناحيه الثانيه توخيل اللي السنه اللي فاتت خسر مع باريس سان جيرمان اللقب، رجع السنه دي ودار النهائي بشكل مميز جدا وقدر يفوز باللقب، وهو ثالث مدرب الماني على التوالي يفوز باللقب. يورجن كلوب 2019، هانز فليك 2020، وهو توخيل في 2021، بطوله الثانيه في تاريخ تشيلسي. تشيلسي وصل عبر تاريخه ثلاث مرات فاينل، خسر في واحده وكسب الاثنين التانيين. وتعالى بقى نخش نتكلم شويه عن المباراه. تشيلسي بدا النهارده من غير تاليف، بدون تاليف، انا هلعب بالمضمون، هلعب بالعناصر الاساسيه، هلعب بالتشكيله اللي تخليني اكسب الفاينل. توخيل بدا بمندي في حراسه المرمى قدام ثلاثي دفاعي روديجير وتياجو سيلفا وريس جيمس، على اليمين بيلعب باسبليكويتا، على الشمال بيلعب بيبان تشيلويل، اثنين في نص الملعب كانتي وجورجينيو، ثلاثي هجومي هافرتس وميسي ماونت، وقدام بيلعب فيرنر. توخيل بيلعب بالثلاثة خمسة اثنين او بيلعب بالثلاثة اربعة ثلاثة، ولكن على ارض الواقع التشكيلة كانت بتتحول لخمسة اثنين ثلاثة، او كمان او كانت بتلعب خمسة ثلاثة اثنين، بتلعب ازاي خمسة ثلاثة اثنين اللي فيرنر بينزل يلعب مع اللاعب نمرة ستة عشان ما يخلوش يبدا الهجمة بأريحية. الناحية الثانية بقى جوارديولا اللي حب يتفلسف زيادة، لعب التشكيلة دي ضد باريس سان جيرمان هناك في باريس وقدر يخرج من وراه كسبان المباراة. انت بتلعب فاينل، اهم فاينل في تاريخ النادي اللي انت بتلعب فيه، النادي اصلا اللي جايبك علشان الفاينل ده، فتخش المباراة بتألف. بتألف ازاي؟ بتلعب بثلاثي نص ملعب مهامهم هجومية. جندوجان جربته في اللعب نمرة ستة دي كذا مرة وما جاتش فيها، وكان بيختفي وبيبقى من أسوأ لعيبة المباراة بسبب إن أنت تلعبه لاعب نمرة ستة. جواندوجان ما بدأش يبان معاه غير لما لعبته لاعب نمرة 8 اللي هو يلعب بأدوار هجومية. جواندوجان لعب النهاردة نمرة ستة وما جاتش. اللي أنت تبدأ المباراة من غير لاعب نمرة ستة وقاعد جنبك على الدكة رودري فرناندينيو، جه عليك بنكبة، جه عليك بمصيبة. إيه هي المصيبة؟ إن تشيلسي واقف في نص ملعبه، كل الفريق تحت الكورة، كل فريق بيدافع، كل فريق مقفل المساحات بيحاول يضربك بالمرتدات. المرتدات اللي كانت بتتلعب بشكل منظم واللي كانت بتتلعب بسرعه كبيره جدا من تشيلسي بسبب ان مفيش لاعب نمره 6 في سيتي يفسد الهجمات دي. وكنا بنشوف عمق نص ملعب سيتي مفتوح على البحر. سيتي كان تشيلسي بيلعب بجورجينيو وكانتي، كانوا بيوصلوا لعيبه تشيلسي هجوميا باقصى سرعه. التحول من الدفاع للهجوم لتشيلسي كان باقصى سرعه. بماونت وجورجينيو وكانتي كان بيحولوا الطريقه من الدفاعيه للهجوميه باقصى سرعه، والاقصى سرعه دي اللي ساعده، اللي خلى توخيل يلعب لعيب مرتد باقصى سرعه، ساعده فيها جوارديولا بان هو واقف بدون لاعب نمره 6، كل لعيبته مهامها هجوميه، وكان مخلي لاعب كمان من لاعب نص الملعب كمان بيلعب بثلاثي ادوار هجوميه. زاد على ده كمان خلى واحد منهم يتقدم لقدام ويبقى بيضغط مع دي بروين عشان يلعب بضغط باثنين لعيبه على مدافعين تشيلسي. فادى ان انت نص الملعب بتاعك بقى مكون من لاعبين مهامهم هجوميه. اللي هم برناردو سيلفا وجندوجان. وفودن المفروض انه عامل الثلاثي الثالث في نص الملعب، لكن بقى بيقدم لقدام علشان يضغط، شويه فودن يتقدم وشويه برناردو سيلفا يتقدم عشان يشكلوا الضغط العالي الشرس اللي بيلعب بيه جوارديولا. من بدايه المباراه، من اول ما شفت التشكيل قلت حاجه من الاثنين هي اللي هتحسم الماتش،
يا اما التحول من الدفاع للهجوم السريع جدا من تشيلسي هيخلي تشيلسي تضرب بهدف وتنهي المباراه، يا اما الضغط العالي الشرس بتاع سيتي هيخلي دفاع تشيلسي يغلط في كوره وهنا السيتي يقدر يسجل الجول اللي يخليه يكسب المباراه. واللي كنت متوقعه حصل، بهجمه مرتده في نهايه الشوط الاول قدر تشيلسي يخطف الماتش، تشيلسي يخطف الماتش. في ظل الناحيه الثانيه سيتي ما دخلش المباراه، سيتي ما دخلش المباراه غرقان في وسط دفاع تشيلسي، تشيلسي تقفل المساحات مش مدي مساحه ان سيتي يلعب في ما بين الخطوط اللي دي بروين كان بيحاول يلعبها انه ينزل ما بين الخطوط علشان يلعب في بين الخطوط مع سيتي يحاول يوصل المهاجمين. حتى الوينجات بتاعته كان مقفل عليها صح، محرز وستيرلينج الاثنين كانوا بيضطروا ينزلوا لحد نص ملعب بتاعهم عشان يبتدي يطلعوا بالكوره، وده اللي كان عايز يدخل ان انا اقفل مساحاتي، هقفل كويس جدا، هقفل كل الخطوط، هقفل الاطراف، هقفل العمق، مش هخلي سيتي يبقى فيه مساحه ما بين الخطوط عشان سيتي يلعب فيها، هقفل كل حاجه على سيتي ميه ونور ما يخليهمش يوصلوا للمرمى او حتى يعملوا هجمه منظمه. وده اللي عمله توخيل بالظبط، سيتي طول ال 90 دقيقه مفيش هجمه منظمه، مفيش كره خطيره على مرمى مندي، مفيش كره خطيره على مرمى مندي. جوارديولا اتفلسف زياده عن اللزوم، اتفلسف زياده عن اللزوم. يا معلم العب بالطريقه اللي انت عارفها، العب بالطريقه اللي انت عارفها 4 3 3 والعب بمهاجم صريح سواء جيسوس او العب باجويرو، والعب ثلاثه في نص الملعب فرناندينيو او روديو جاندوجان ودي بروين، واضغط على سيتي واضغط على تشيلسي وجيب جول. كان هنا دي بروين هيبان، وكان فودن او جوندوجان هيبان، وكان محرز هيبان، وكان ستيرلينج هيبان، واجويرو كان ممكن يخطف لك جول او خسس. ولكن الفلسفه اللي زياده عن اللزوم في فاينل، هو الفاينل الاهم في تاريخ النادي اللي انت بتلعب بيه، قدر تخرج من مباراه خسران، تخرج من شوط اول تشيلسي سجل جول في وقت مثال انه يخرج الشوط الاول متقدم 1-0. لو كان خرج الشوط الاول 0-0 كنا هنشوف شوط ثاني مغاير شويه، سيتي ممكن هنخش بثقه زياده، ولو 0-0 ممكن يجيب جول في اخر في اي دقيقه يبقى محافظ دفاعيا، والناحيه الثانيه تشيلسي يبقى ممكن يزق المباراه للاكسترا تايم وقت اضافي، ازق معايا بحاول اضرب بالهجمات المرتده. في ظل ان سيتي ماسك كوره ومستحوذ بيحاول يضغط ويجيب جول، كانت في كذا فرصه لتشيلسي انه يخلص بالجول الثاني في الهجمات المرتده، هجمات مرتده خطيره. جوارديولا ابتدى يفوق وابتدى يركز ان هو في خلل في نص الملعب في الدقيقه 65 في الدقيقه 67 لما نزل فرناندينيو في نص الملعب، لما نزل فرناندينيو، وحتى لما اتصاب دي بروين نزل خيسوس وبرده ما عليكش الحته اللي في نص الملعب ما عليكتهاش. كنت المفروض في اصابه دي بروين دي تخرج تنزل اثنين بقى، تخرج دي بروين، تخرج لاعب نص الملعب، وتنزل لاعب مهام دفاعيه، وتنزل مهاجم وتلعب بالسيستم اللي بتلعب بيه. ولكن كنا شايفين ان دفاع تشيلسي قافل كويس، حتى مع خروج تياجو سيلفا قلت ممكن في الشوط الثاني يتاثر في الحته دي، لكن لا، المنظومه تغلب، المنظومه تغلب. واحد زي كانت بيلم ورا لعيب تشيلسي من اليمين ومن الشمال وبيرجع يدافع وبيخش هجوم كساحه الغام، زي ما بيقولوا جمهور تشيلسي ثلث العالم بطوله العالم بيغطيه الميه والباقي بيغطيه كانتي. كانتي النهارده من نجوم الماتش، بل ممكن يكون من نجوم من نجم المباراه، لاعب تقيل، لاعب تقيل، لاعب يستحق انه يلعب في تشيلسي ويكسب البطوله. مندي افضل حارس في افريقيا بلا منازع. منظومه تشيلسي في الاول كنت مستغرب ليه سباليكويتا بيلعب باك يمين مش ريجيمس، ولكن في بدايه المباراه او في المباراه وهي ماشيه كانوا بيبدلوا شويه ريجيمس باك يمين وسباليكويتا مدافع ثالث، شويه ريجيمس باك مدافع ثالث وسباليكويتا باك يمين. انا حتى نبيل تشيلول عليه يعني مهاجم تقيل جدا. جوارديولا نضى الفلسفه الزياده ادت ان انت تخرج من مباراه خسران، الفلسفه الزياده مع جنبك اجويرو في اخر مباراه ليه مع النادي في اهم مباراه للنادي ليه، دي حاجه يسال عليها جوارديولا. ليه التاليف اللي انت تلعب بلاعب بدون لاعب نمره 6 في مباراه زي دي، واللي انت عارف ان دخل في التحولات من الدفاع للهجوم بيلعبها كويس جدا ومنزل لعيبه هي اللي هتنفذ له الحته دي. ناس كتير كانت بتسال ليه زياش ما يلعبش النهارده، ليه يبدا بتيمو فيرنر اللاعب اللي سيء جدا مع تشيلسي السنه دي. هقول لك ان اللعيبه اللي لعب بيها تشيلسي في الثلث الهجومي هافرت وفيرنر وماونت هي اللعيبه اللي هتساعد على التحول من الهجوم من الدفاع للهجوم، وقد كان متحول تك لمسه 2 3 تحول من دفاع للهجوم جول كسبك المباراه. بعد الجول ده خلاص تخرج مش عايز حاجه تاني، انا اقفل كل المساحات
مش هدي فرصه للسيتي هخليه يخرج من مباراه خسرانه. ده اللي حصل. تخرج مدرب كبير جدا، مدرب تقيل جدا، المرتين اللي كسب فيها تشيلسي البطوله مع مدربين جايين في منتصف الموسم، جايين في منتصف مره دي ماتيو 2012 والسنه دي تخرج تقريبا ابروفيتش كل موسم بقى يجيب مدرب يدي في نص الموسم. تخرج مدرب كبير، مدرب تقيل، مدرب بيعرف فكر كويس جدا، بيعرف يقرا المباراه كويس جدا، مدرب لا غبار عليه. جوارديولا لازم يعيد حساباته، هل هيفضل موجود في سيتي ولا هيمشي ويشوف واجهه ثانيه؟ الله اعلم. بس جوارديولا لو فضل موجود السنه الجايه لازم يلعب قلبا وقالبا على دوري الابطال وما يالفش، وما يالفش، يلعب المعروف بيه ما يالفش. مباراه زي دي تالف فيها ليه؟ المباراه زي دي تالف فيها ليه؟ انا مش عارف الحقيقه جوارديولا بيفكر ازاي. انا مش عارف. هو يجي في جون ويقعد على الدكه يقعد يشرب ميه، ده اللي بيعمله جوارديولا. مباراه في الاخر مبروك 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 من كل قلب الجمهور تشيلسي. انا كنت اتمناها لسيتي بسبب تعاطفا مع جوارديولا وانه ما خدش البطوله، تعاطفا مع سيتي ناحيه ثانيه تشيلسي على استحقاق وجداره. بصراحه بطوله على استحقاق وجداره. مبروك لكل جمهور تشيلسي في الوطن العربي، مبروك لكل الجمهور في كل انحاء العالم، مبروك لكانتي والميندي وتوخيل اللي قدم منظومه مميزه جدا مع تشيلسي والموسم الجاي ممكن يرخم في الدوري لو اعلم. بس في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد في الفاينل نهائي دوري ابطال افريقيا وفي نهائي البطولات الاوروبيه الموسم دون، كان راي شخص واحد. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل جوارديولا هيكمل مع سيتي ولا هيمشي ويرجع مثلا برشلونه ويشوف وجهه ثانيه؟ قول توقعاتك، هل سيتي، هل تشيلسي تحت قياده توخيل السنه الجايه ممكن ينافس على الدوري دور الابطال ولا ممكن ينافس على الدوري بس؟ قول برده توقعك في الكومنتس. ولو حاجة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، شير حلقة وصلك بالعالم للناس، أول ما تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان أول حلقات اليورو ما تنزل تجيلك أنت أول واحد. وتابعني على السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك وتويتر على تويتر. نتكلم معاكم في الحلقة الجاية. سلام.